السلام عليكم، نحن الآن متواجدين في مدينة الصدروب بالتحديد في القطاع 61، يعني في المكان الذي وقع فيه الاشتباكات بين الشخص المطلوب في المادة 406 مع الجيش العراقي. يعني الشخص المطلوب كان يعني في زيارة إلى بيت عمه، وعندما علمت القوات الأمنية بتواجده قامت بمداهمة الدرماء. يعني الشخص المطلوب يعني قفز إلى عدة دور لحين داهمته الجيش العراقي وحصلت اشتباكات معه ومع الفرقة 11، ما أدى إلى مقتله ومقتل ابنه البالغ من العمر 17 عاما. يقال ان الشخص المطلوب انهم عليه يعني كان قاتل نسيبه واخوه لتهم متعدده، وربما قاتل اشخاص متعددين، ولديه الكثير من القضايا المتعلقه بتجاره المخدرات او بالكريستال. نحن الان متواجدين قرب مكان حادث، ولكن القوات الماسكه للقطاع منعتنا من التصوير لحين يعني التوصل الى ملابسات الحادثه.